توقع موسم، احنا خلاص قربنا اهو شهر وهيخلص الدوري، تتوقع موسم بس لسه كتير. طبعا يعني لسه 10 و8 لسه ماتشات كتير شهر. يعني الله يكون في عونهم كلهم والله. تتوقع موسم انتقالات ساخن جدا، الاهلي عنده غيابات بالجمله وعنده معاناه وعنده اسماء مش مقتنع بيها، سواريش، الزمالك طبعا عنده فترتين كويد ما كانش موجود فيهم بجانب لاعبين رحلوا عن الفريق، متوقع موسم انتقالات ساخن جدا. بص، في حاجتين يعني حاصلين في الموسم ده. اولا مفيش لعيبه بارزه كتير قوي، يعني مفيش كم خناقات كده المعتاد بتاع الخمس سنين اللي فاتت، الخناقات اللي من بدري اللي هو انت عايزين ده عايزين ده، الاهلي عايز ده، الزمالك، لا مفيش. هم اتنين بس اللي الكلام عليهم، احمد رفعت ومصطفى شلبي، غير كده كله. لا، وفي واحد تالت. طب مين؟ ابراهيم عادل. بس ابراهيم ده من بدري، من السنه اللي فاتت، مش بالسنه دي. يعني انا بتكلم على اتنين بارزين السنه. ابراهيم بص لعيب، انا شايف ان هو ما هو انت في الاخر برضه بيراميدز بقى فريق كبير. ايوه. لا، لما بقول ابراهيم عادل ده مش معناه انه بيراميدز ناوي يسيبه. لا، مقصود يعني انت كمان، يعني احنا دايما الخناقه في مصر بين الاهلي والزمالك، ده الاساس بتاعها. فالانديه الثانيه فيوتشر وبيراميدز بيخش دخل الاهلي والزمالك. دخلت يعني مهند لاشين كان خلاص رايح الزمالك، وفيوتشر دخل خد مهند لاشين، هو اللي بقول لك عليه. فعشان كده بقول لك نسبه الفلوس اختلفت، قوه الانديه اختلفت، المدربين كمان اختلفوا، كل التفاصيل دي قللت نسبه اللعيبه الكتير. انا بقول لك الخناقه ما تيجي تبص، يعني انتوا مثلا النهارده عندكم خبر عاملينه في البرنامج، المدير الفني عايز 6 لاعبين. لما تيجي تبص على مصر ممكن تطلع 2، بس 2 صعبين. يعني احمد رفعت انا شايف ان صفقه صعبه تروح من فيوتشر الاهلي، صعبه. صعبه في حسابات كتيره، ان فيوتشر لسه بادئ اول سنه طبعا، وظهر بقوه، هو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم على مشروع، وعايز يروح بقى المره الجايه دوري ابطال. فلا، عنده حاجات كتيره. بص، في نوعين في اي فريق. الفريق اللي بيبقى عنده لعيبه كتيره وعايز يفرغ، ده ماشي مدرسه. لكن انت في مصر عندك يعني فيوتشر زي ما بقول لك عنده تجانس، فلسه مثلا بعد سنتين 3-4 ممكن يكون عنده كم لعيبه يغير فيهم. الوضع مختلف. الوضع المره دي الانديه كمان بقى فيها فلوس، فدفع الفلوس على العكس. الاهلي والزمالك الاول هم اللي كانوا بيدفعوا، بس دلوقتي فيوتشر بيدفع، بنك الاهلي بيدفع، سموحه بيدفع، المصري بيدفع، بيراميدز طبعا بيدفع، يعني حتى المقصه قبل ما يحصل الدروب اللي فيه كان بيدفع. فانا بقول لك شكل اللعيبه ماشي فيه كتير، علشان كده المنافسات قليله. المنافسات ما فيش اسماء كتيره. حتى الحراس، انت ما تيجي تبص على الحراس مش هتلاقي خالص. صح. خالص، ولا حارس بارز في السوق تقدر تتكلم عليه ما عدا محمد صبحي بس، او جاد اللي هو ما اعتقد بيحترف. لكن عد بقى كده، الاهلي لو محتاج حارس هيجيب مين؟ مش هيجيب حد. الزمالك لو محتاج حارس مش هيجيب حد. المصري مش، لا، اي نادي في مصر بقى عنده والمال المهاجمين. طب تخيل انت حط لي كده مهاجم بارز، احمد عاطف. هو احمد، ما انا بقول لك الانديه مش هتبيع اصلا. انت عايز تقول لي بره فيوتشر بيراميدز؟ انا بتكلم لعيب بقى عايز، احنا هنقول الاهلي ياخده. فمثلا امبي، ايبوكا من امبي، انا مش شايفه الفت. يعني انا شايف شادي حسين، اعتقد بتاع سيراميكا ده لعيب كويس، لعيب كويس جدا كمان. ولو يعني شافوه كده سنه ولا حاجه في فرقه كمان، لا ممكن يفرق كتير. صح. بس اتفق معاك. هو فانا بقول لك انت محتاج كمان بقى كريم، في نقطه لازم تاخد بالك منها. فضل. واعتقد تبقى مبادره كويسه جدا من برنامج عدك. يلا بينا. قطاع الناشئين فين؟ في كل الانديه. هو الزمالك بصراحه بهرنا بخمس شباب، ما هو مش ناشئين كمان، ممكن نقول شباب. يعني احنا بنتكلم في كده. الاهلي بقى عنده كام بس؟ خمس شباب ايه كمان؟ ده الزمالك عشان مضطر. يعني اكبر. لولا انا مش عايز اوصل لمرحله الاكبار. عايز اوصل لمرحله ان يكون عندي، خد بالك هي دي نفس المدرسه اللي بيعملها فيتوري، ان هو يبقى عنده لعيبه كتير. صح. انت محتاج يبقى عندك لعيبه كتير. ليه ما يبقاش كل ماتش فيه 2-3 على الدكه ناشئين؟ ايه اللي هيحصل؟ ما هو زي على الاقل حطهم على الدكه. ما انا بقول لك زيه زي الراجل اللي قاعد بيتدرب او ما بيشاركش. صح. انت ما تيجي تبص هتلاقي في لعيبه ما بتلعبش طول الموسم. اعتبر الناشئ ده زيه. صح. انا اعتقد ان لو اتحصل تغير في فكر المدربين او الانديه كمان بقى بشكل اساسي، ان هي تعتمد على اللعيبه الناشئين علشان يبقى عندك فرصه للعيبه كتيره تشارك، ما تتزنقش. ما انت عندك النهارده الاهلي عنده كم ضخم جدا من الاصابات، هيروح فين؟ صح. هيروح للدكه واللعيبه الناشئين؟ صح. يبقى دي مشكله.